محكمة الأطفال. وفي محكمة الأطفال هذا الصباح هذا محكمة الأطفال من في عدد 84/2023 واليوم الضنين هي لينا وبمؤازرة الأستاذة لا اسمحوا لي غير غلط هنا جنات عفوا بمؤازرة الأستاذة ديزا. السلام عليكم. بالنسبة للدفاع أو الممثل الحق العام وممثلة الحق العام مروة. السلام عليكم سيدي. مرحبا جنات. صباح الخير. صباح الخير. كي صبحتي جنات؟ شوية. مالك لاباس عليك؟ الحمد لله. ياك لاباس اش عندك؟ مالك مقلقة؟ مقلقاش شوية. ولكن الملف اللي عندي اللي جانا من الضابطة القضائية أن كيقول بأن أنت قدمتي شكوى ضد لا شكاية ضد الأم ديالك لأن ما كتعرفش تلعب معاك. علاش؟ بحال ما كانت كتلعب معايا ما بقاش كتلعب معايا بحال شحال هادي. كيفاش كانت كتلعب معاك شحال هادي ودابا ما بقاش كتلعب؟ شنو الحوايج اللي كانت كتلعب معاك ودابا ما بقاش كتعرف تلعب معاك؟ كانت كتلعب معايا بشي لعب، كتلعب معايا بشي حاجة، كانت كتشري لي شي لعب كنلعب بهم انا وياها، دابا ما بقاش كتشري ليا. واخا غادي ناخذ معنا المتهمة اليوم واللي هي الام ديال جنات فاطمة الزهراء. صباح الخير. صباح الخير. باش كتقدري تدافعي على راسك؟ ما كنضحكوش هنا، ما كنضحكوش، ما كاينش سلام، ما كاين والو. معك القاضي محكمة الاطفال فاطمة الزهراء. مرحبا. قولي لي باش كتدافعي على راسك فهاد التهمه اللي منسوبه لك؟ وبصراحه كنت كنلعب معاه وداك الشيء، ولكن ما بقاش الوقت، ولات المدرسه، ولات الدار، ولات الخروج، زيب سير اجي، ما بقاش كل شيء كما كان. كلمه لممثله الحق العام. انا كنظن ان الام كيف ما قالت عندها الاسباب ديالها، ولكن خصها تشرحهم للبنيته ديالها اللي كتكبر وما عارفاش علاش ماماها ما بقاتش كت. اذا كطالبوا بعقوبات؟ كنطالب انها تشرح، تحاول تشرح زعما وجهه النظر ديالها، تقول لها الاسباب شنو هما، واذا ما توفقاتش نعاود تصل. عندنا الحق العام شويه ظريف. عندنا الدفاع. اذا طلعتي على الملف ديال الطفله فهي كتاثره بزاف بهذه القضيه هذه، ان الام ديالها ما بقاش كتلعب معها فتغير حتى السلوك ديالها معها، ولدها الطفله مازال ما عندهاش السن الكامل باش انا نقدر تفهم ان الام مشغوله ولا لا، وهذه مسؤوليه مادام هي قررت السيده المتهمه انها تنجب هاد الطفله هذه، فخصها تكون مسؤوله عليها 100% وتقدر تميز، واخا تعرف تنعسي ساعه في النهار المهم تلعب مع بنتها. ناخذ الضحيه جنات. الو جنات، اشنو بغيتي من ماماك دابا؟ شنو كتطلبي من ماماك؟ كنبغيها تلعب معايا ديما. شنو بغيتي تلعب؟ كتجبد لي اللعاب كنقول لها تلعب معايا. شنو هما اللعاب دابا اللي كاينين وما كتبغيش تلعب معاك؟ بزلت وما كنقول لها تلعب معايا. بقاش عندها الخاطر. شي حاجه اخرى؟ واللعب كلهم كتشريهم لي كنقول لها اجي لعبي معايا، ما كتلعبش معايا. واخا غادي نمشيو ناخذ واحد 10 ثواني المداوله. محكمة الأطفال بعد هذه الأسباب قضت المحكمة بأنه غادي نحكموا عليك فاطمة الزهراء محكمة الأطفال. شتا تخلعت من دابا؟ واجده معنا تسمعي الحكم ديالك بان تلعبي مع بنتك ثلاثه المرات في السيمانه، نهار الاربعاء ونهار السبت. معقوله؟ سوكوت غنزلوك انت. نهار الاربعاء، نهار السبت، ونهار الاحد. صافي ان شاء الله. وغتطلبي من الناس السماحه دابا مباشره على شاده يفهم. تفضلي. كطلب منك السماحه جنات، غنقلب معك. صافي تامنه. شكرا محكمه الاطفال، رجاء غدا في نفس الوقت.